بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، نظم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بتارودانت بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالمدينة حملة للتبرع بالدم بهدف دعم مخزون هذه المادة الحيوية. الهلال الأحمر أو متابعة الهلال الأحمر يعني جاوب باش يتطوعوا بدمهم متابعة حال لإنقاذ الأرواح. هذا التبرع هذا يعني جاء في هذا الإطار الاحتفال بهذا اليوم العالمي متابعة حال للشعار دياله هو مجتمع معطاء. ومكنت هذه المبادرة الإنسانية من توفير 140 كيسا من الدم. أنا صراحة الله كنصح كاع الشباب كاع الشابات كاع الناس كاع اللي قادر أنه يتطوع لهذا التبرع هذا، أنه غير يزعم ويعطي الدم، حيت راه كاينين الناس اللي محتاجين لهذا الدم هذا وما لاقينوش. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم بالنظر إلى أثرها الإيجابي على صحة المتبرع ومساهمتها في إنقاذ الأرواح.